قدمت اليوم وزيرة الصحة العامة أنجربتنا كارميلا سوكات بمكتبها بيانا صحفيا بمناسبة اليوم الإفريقي للطب التقليدي الذي يصادف 31 من أغسطس كل عام، طالبة من المواطنين استشارة أصحاب الجمعيات المعتمدة لدى وزارة الصحة. جزء من حديثها في ميكروفون آدم شرف الدين. ودرنا دوانا كاكانا الزمان البداونس بشادر دون قبل نصر يجنبا دوانو دا ولمينا نهجو فوقا إشان تعرفو اليوم دا كالبات كتير يعني كل يقوم دا كان يشيفا شادر في شاري كلو يشيلا ينتيلي أهو قال يداوي مردان نفردادا ودما عديل إندينا أخوات ندون لهم في أسوسياسيون بنادو أسوسياسيون ناس أناناس البداو دوا بشادر دول والحمد لله في تشاد إندينا كتير وأسوسياسيون كل عديل إندينا دمس تشاد من ما تشاد وهيدا ودار في أفريقيا لهم وقالوا نقبلوا نشوفوا كيف كي شادر وينو يداو مردان إشال كان ندورو أنينا دكاتير دو دورنا ولا ما دورنا كل ناس يمشو في هيلة يبداو روحهم وحاسا من قريب 10 سنة دا ندورو كي ساكادين دول يداو روحهم بيداو أنا كاكايتهم دا ألسي ما ناس عندهم كالبات دا دا بس حاسا لمينا ما ناس الغايب داو بشادر دول دا السي نقول لكم ما تورو منيس دي لا سانتي قال تمشو في شهر تدوروكو اسوسياسيون في نخدم مع اسوسياسيون دا سوا داو السي نشولو نطول الناس وقبي اكزامان دول نشوفو كاشف دول لا نشوفو كان مردان دا كان جاي يمر في من جلد انا نادم دا داو دا دين ونشوفو كي كيف كي ناونو ناس ايشان ناس اللي دورو تعرفوا أفي أنا شادين دول دا أني نما فوقا دا بس نسألكو أنتو تفكروا أوشان أسوسياسيون في ولا تمشوا بارتو تشربوا دواء فيه لي وتقتلوا روحو.